عندنا الكاسباتشو ده من ضمن الاكلات او الشوربه الجميله اللي هي بيحبوها دايما في اسبانيا، اكلوها على البريجات. هي عباره عن عيش توست وخيار طماطم وخل، نقول مع بعض خيار وطماطم وهوت صوص وعيش توست وكاتشب، فلفل اخضر، خل، زيت زيتون، بصل، ملح وفلفل. ده المقادير بتاعتي، وممكن اديها شوية مية لو ما كترتش، لو في عصير طماطم تاني بيبقى افضل لي من اللي. واديها طبعا شوية بقدونس. طب هل كله دوت هضربه في الخلاط؟ لا، في حاجات اضربها في الخلاط وفي حاجات بكسرها عشان لما ناجي اشرب احس بطعمها. طيب ده اسباني يا حبيب قلبي، الالماني اللي هو الكالشات سوب، شوربة الفواكه. بجيب شريحتين عيش توست اهو كده، ثوم، البصل هيتفرم عندي، الفلفل الوان هيتفرم، هي بتاخدش فلفل حراق لكن هنديها واحد بس عشان محمد ما يشربش منها. الله يسامحك، حسب الله ونعم الوكيل. كده الكاتشب اهو، ادي طماطم، ادي خيار، بس برضو عايزين نديها شويه ميه. كده هنخلي خياره مع قرن الفلفل مع البصل، كده زيت زيتون، خل، شوية شاي، ما رضيتش احط الشاي يا عم اهو، شوية بقدونس كده. وادي لسه عايز ملح وفلفل. يا سلام بقى لو جبت لي شويه كاسات نحطها في كاسات افضل، شويه فلفل ده العجل بطن امه مش عارف. طيب يا حبيبي يا سيدنا محمد، ايوه كده، اول ما اجيب معلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، فله، نجيب الخيارايه، نعم، نعمل ايه؟ لا نار ايه يا عم، بقول لك شوربه. نعمل بقى ايه دول؟ برنواز، نقطع كله صغير،
كده عندي خيار برنواز هبص الفرن التاني بقى. نعم يا فندم. حاضر يا فندم. انساه ها؟ انساه ولا انساش؟ انساش. طيب عندي ببارك العروسين والتهنئه العروسين الاستاذ محمد ابراهيم والاستاذه هند محمود من بني سويف، الف مبروك. وعقبال بكاري وعزومونا في الفرح لو في اكل كده. هات لي المنخل يا استاذ جمال اللي هو بيتعمل بالتوماتيكي التوماتيكي ده. جدع يا ابراهيم، كده يا ابراهيم. تسلم ايدين اللي اشتراه. ده ممكن نحطها في كاسات او نحطها في بوله حسب الرغبه.